احبتنا في كل مكان، رحب فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكره اهداف. كل ما نشوف احد نلتقي، طلباتكم دائما تبون الاهداف القديمه، واحنا لكم بالشوفه في حلقه اليوم والحلقات القادمه ايضا ان شاء الله في اهداف قديمه مميزه في حقب مختلفه من عمر الرياضه الكويتيه، سواء على مستوى الانديه، وراح نكون تركيزنا اكثر على المنتخبات. نبدا الاهداف بعد الفاصل. زار الكويت منتخب بولندا ولعب امام نادي الكويت، ونادي الكويت استعان ب يوسف سويد والمغفور له باذن الله تعالى فاروق ابراهيم. خسر المباراه بالثلاثه في تلك المرحله، ولكن كان امام منتخب بولندا في كل لاعبين الذي كانوا يلعبون في تلك الفتره. يوسف سويد كان له هدف جميل، دعونا نشاهد. بالنسبه للملعب والوقت، جبار عبد القدوس لفاروق ابراهيم، محمد عبد الله، محمد عبد الله، كره حلوه، جول جول جول، يا سلام، كره حلوه على طول بيلعبها محمد عبد الله، بتروح ليوسف سويد، يوسف سويد بيحط كره حلوه سليمه مرتده على طول ويسجل هدف التعادل لفريق الكويت في الدقيقه 17. كانت كره من الاول محمد عبد الله بيصدها حارس المرمى وتطير مره ثانيه ويطيح حارس المرمى، وبعدين تروح ليوسف سويد ويحطها قويه جدا ويحرز منها الهدف الاول لصالح نادي الكويت، وهو هدف التعادل. حلو يا يوسف. منتخب الكويت ومنتخب هونغ كونغ في تصفيات كأس العالم، فارق كبير بين منتخب الكويت وهونغ كونغ، شاسع في الخبرة، في اللاعبين، في الموهبة. وكان كانت أمام منتخب هونغ كونغ مهمة صعبة، وصعبة مستحيلة، والفوز كان كالعادة للأزرق الكويتي. من الذي سجل ستعرفونهم بعد عرض الأهداف. كورنر على هونغ كونغ، كورنر، كرة ملعبة ركلة قدام المنظار، مستقيمة بتروح لحارس مرمى هونغ كونغ، فيصل الدخيل، كرة مع فيصل، فتحي لفيصل مرة ثانية، يلا فيصل، كرة مع فيصل، يا سلام، كرة حلوة من يوم من فتحي إلى فيصل الدخيل اللي بيحدي مدافع هونغ كونغ داخل منطقة الجزاء، وحطها قوية، وحطها قوية ويسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 18 من الشوط الاول. كره منقوله من فتحي لفيصل الدخيل، وفيصل الدخيل بيراوغ مدافع هونغ كونغ على طول ويحطها قويه داخل منطقه جزاء هونغ كونغ ويسجل الهدف الثاني لمنتخب الكويت. احنا بنلعب في الوقت الاخير من الشوط الاولاني والنتيجه 2 للكويت لا شيء. هونغ كونغ كره مع فتحي، يلا فتحي، فتحي ويا فيصل الدخيل، عبد العزيز العامري بيحاول يفوز الدخيل، فيصل الدخيل مع الكره هدى لعب شويه وصلح الى حمد محمد، ماشي حمد محمد ويلعب العمري، العمري منها الإصابة الثالثة في الدقيقة 44 من المباراة. حول لي حمد أبو حمد، فيصل الدخيل، فتحي كمين، يلا فتحي، فتحي، فتحي وحارس المرمى، فتحي وحارس المرمى، فتحي وحارس المرمى، حلوة 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 حلوة، منتخب الكويت في الدقيقة
عادل عباس لاعب نادي الكويت من اللاعبين المميزين المدافعين الكبار، كما يطلق عليه رامبو. في ذاك الوقت يعرضون فيلم حق ممثل رامبو، فأخذوا عليه الشهرة كونه نفس الطول والشكل، فأطلقوا عليه لقب رامبو. فكان من اللاعبين المميزين عادل عباس، سواء مع المنتخب الوطني أو مع نادي الكويت، وأيضا كان هداف. دعونا نتوقف هدفين الكابتن الكبير عادل عباس. أبها إلى سالم الكندري، سالم الكندري يرفع له كرة، سالم الكندري ناحية عادل عباس، الله، جول عادل عباس، غلبين الدفاع يسجلون هدفين اليوم، سامي الحشاش للعربي وعادل عباس للكويت. في هدف وفعلا كرة سالم الكندري اللي نزل لعب له كرة حلوة، سالم الكندري على رأس عادل عباس اللي قافز ويا سامي الحشاش ولعبها بنفس الزاوية اللي سجل منها سامي الحشاش. شوف شوف سامي الحشاش، لكن عادل لعبها صعبة على حارس المرمى وقوية. شبيب إلى أحمد عسكر، حاول الشوت اللي مرة ثانية، وصل جول عادل عباس، عادل عباس يسجل التعادل، عادل يا عادل، عادل عباس يسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب الفرنسي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الثاني. شوف هذه عادة في البطيء، هذه عادة البطيء، عادل شايت وأمام حارس المرمى. في عام 1989 لعب الكويت والصين، وفي تلك الفترة كان حمد الصالح وعبيد الشمري. وإذا قلنا حمد الصالح وعبيد الشمري لأمور طيبة، معناه الهدفين مسجلها حمد الصالح وعبيد الشمري. خلونا نعود لذلك الزمن الجميل. طيب لعب لك كرة حلوة لحمد صالح، يا حمد الله في الدقيقة 12، حلوة والله حلوة يا حمد، حلوة حلوة. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، قوية قوية، صعبة عليك يا حارس، صعبة صعبة. حلوة من يوسف اللي صنع له هدف، حلوة بالفعل يا يوسف سويد، وأحلى من حمد الصالح اللي سجل في الدقيقة 12 أول هدف في المباراة. 89 ورمية التماس من عادل إلى عبد العزيز الهندي، الهندي لعب له كرة نواف، نواف ترجع إلى راشد، ابدية صلحها إلى عبيد، حطها عبيد، الله 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 يا عبيد يا فنان، الله عبيد وعبد العزيز الهندي يصنعها، وعبيد شوف شلون، شوف الإعادة، شوف الإعادة، عبد العزيز الهندي مو أناني بالفعل، لعبها وهياها إلى عبيد، هذا عبد العزيز وراشد، صلحت العبيد من الهندي إلى عبيد اللي حطها صعبة عليك يا حارس يا مرمى، فعلا جول جول، سجل عبيد الشمري في. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامج الكرة أهداف، باكر إن شاء الله للموعد جديد، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.